قال انا صرت سوني تجمع عشان نجيب اللايف. نار كبيرة هذا 2001 15 سكند. لا بلاش ديك راك ليجند 2001 15 سكند زوينه، ولكن ديك راك ليجند اخويا انا من ليجند ما تلعب. انا شخص بسيط عاجي ما فيه تكتب شي حاجه، وبالعكس وحق الله والله انا اخويا مش نجامل، انت وحق الله مكلخ على بزاف الناس قسما بالله. الا كنريح مع شي ناس كيصدموني بالذكاء ديالو، تيصدموني بالذكاء ديالو، وكيبقى فيا الحال كنقول علاش الذكاء ما يستغلش، خصوصا حنا المغاربه ذكيين اصاحبي ذكيين، فهمتي؟ ما باش نقول لك الكلمه الاخرى، فهمتي؟ تيت ام سعود تيت، فهمتي هذيك الكلمه؟ فهمتي الدراري اصاحبي واش يبقى فيك الحاله صاحبي؟ علاش الذكاء هذا ما تحطش في الحاجه الزوينه؟ عرفتي راه يشمتو اللي ما كيتشمتش، يدوزو على اللي ما كدوش عليه، فهمتي؟ كل ما تقول راه لقيتي الحل يلقاو لك اللي ماشي حل، كل ما لقيتي كيفاش تبني الحاجه يلقاوها كيفاش تريب، كل ما تقول راه ردينا معاهم البال هكا يلقاو شي تخريجه. المهم ديما كاين الحل، ديما كاين كتقول ناري يا صاحبي كون هاد العقل هذا جدينا خدمنا في شي حاجه اللي تنفع، والله خايفه تلقانا فهمتي مكلاسيين شي كلاسمون، فهمتي؟ خاطئ لذاخر فاخر جاي الخير ان شاء الله، فهمتي؟ على دابا خاصني دابا الحمد لله ما نقولش لك انا بوحدي، طلع واحد الجينيراسيون ديال الدراري زوينين، فهمتي؟ طلعه واحد الجينيراسيون ديال الدراري تبارك الله، فهمتي؟ وهذا الشيء اللي تنقول زوين هو ان الدراري هادو كيانفلونسيو الجيل اللي جاي، فهمتي؟ على قداش هذا كيولي انفلونسر، هذا كيولي انفلونسر، هذا طبيب، هذا كذا، هذا ممرضة، هذا ممرضة، هذا ديال الميسكيلاسيون، هذا الشيء، فهمتي؟ على كتشوف كنشجع الدراري ديال الميسكيلاسيون، اللهم نشجع واحد تاع الميسكيلاسيون نبارطاجيه وفهمتي راه تندير لهم شحال مرة كنطاقي شي واحد ديال الميسكيلاسيون تيجي يقول لي خويا شكرا طاقيتيني البارح داز عندي 7000 فولور، خويا شكرا طاقيتيني البارح داز عندي 3000 فولور، اقل واحد طاقي داز عندي 3000 فولور من عندي لعندو، فهمتي؟ اقل واحد وين كنشوف اللي كيستاهلوا، فهمتي؟ علاش تنقول اللهم الدراري بليهم شي حاجه زوينه، اجي كاينه ميسكولاسيون، اجي راه كاينه واحد الخدمه في الانترن، اجي راه كاين هذا، اجي راه كاين هذا، فهمتي؟ اللهم نعمروا لهم الراس ديال هذا الشيء اللي جاي بشي حاجه صافي تعطينا، بيان سور غادي نزرعوا شي حاجه اليوم تعطينا غدا، بيان سور ما غاديش تعطينا بعد غدا كنخص دبي بعد 3 سنين بعد 5 سنين بعد 6 سنين تبدا تبان النتائج، وسيرتو حنا في المغرب حاليا محتاجين بزاف ديال الايجابيه، فهمتي؟ محتاجين بزاف ديال الايجابيه بزاف، وهذا الموضوع هذا كان مؤخرا بيني وبين الدراري، بزاف ديال الدراري كنا جالسين ماشي ديال الدراري تاع الانترنت ماركتينغ، ما تخيلنيش انا ديما جالس مع الدراري ديال الانترنت ماركتينغ، ولا راه حياتي انا دايره على الانترنت ماركتينغ، بالعكس فراس ملي كنخرج ما كنحملش ندوي في الانترنت ماركتينغ، ومن اعدا سميتو عندي نخرج ندوي في الخدمه، فهمتي؟ لان كان اصلا كارل داكشي، فهمتي؟ ماشي ما نكذبش عليك، هادشي ماشي شي حاجه، فهمتي؟ على قداش تبقى خدمه كتبقى على هذا، نقول شي قال لا انا خدمتي راني كنبغيها هكذا، كنبغيها ملي كنشوف التطور، ملي كنشوف النتيجه عاد كنبغيها، ولكن ملي كنت كنديرها واش كنبغيها؟ لا ما كنبغيهاش، نبقى نقول لك لا خدمتك هي اللي كتبغيها وكذا وكتنوض كديرها وانت عزيزه عليك، ياس انا عزيز عليا غير فيسبوك ولكن حتى هو ما بقاش خدامه، لان خاص تكبر البيزنس، خاص تشد واحد النيفو كبير، خاص تشد الماناجمنت، ماشي تمشي تقاد فيسبوك وتخدم على فيسبوك، انا ما كرهتش، فهمتي؟ انا ملي لقيت فيسبوك لقيت فيه الراحه، ماشي الفيسبوك مثلا حملت هذه الكلمه هذه، ملي لقيت الاشهارات، فهمتي؟ نشري اشهار في اي شركه، نشري اشهار في جوجل، نشري اشهار في ياهو جيمينا، نشري اشهار في سميتو، هادشي هو اللي كيعجبني، ولكن مش باقي كنديرو، مابقيتش كنديرو، يعني مابقيتش كندير داكشي اللي كيعجبني، وليت كندير داكشي اللي ما كيعجبنيش لانه هو اللي جا وصلني بعيد، ما مكرهش انا ندوز حياتي كامله مخبي على البيسي كندير الاشاره، هادي هي الهوايه اللي لقيت بعد سنين، اما انا من الصغر راه فهمتي هاكا بكثرت ما كنطريح مع جدتي، ديما كنقول هاد القصه هادي، جدتي راهي غانم فهمتي، وانا تزادي في دواري زيكراني ولشي ولشي عائله لاباس عليها فهمتي، والوالد تالي عسكري فهمتي سوز اوفيسي على قداش العسكر فيهم وفيهم لي زوفيسيو فيهم سوز اوفيسي، يعني دوك العسكر اللي لتحت فهمتي، ماشي يعني كاين الفوق كاين لتحت فهمتي، الوالد تالي عسكري سوز اوفيسي، الوالده ديالي مريحه في الدار فهمتي، ربات بيت كبراتنا فهمتي، الشكر ليها فهمتي كانت تاثر علينا بزاف صافي فهمتي، تلفات ليا كاع الهضره انا فهمتي، ملي كنت صغير كنت كنريح مع جدتي كان سراح ديال الغنم، كنت كنريح معاه كنت كتبان لي هذيك يد هذيك هو احسن حياه ممكن
والمشكل بدا لنا عاوتاني في اللايف تقطع ورجه. انجي كان هذاك هو البيست لايف ستايل اللي كان تيبان لي انايا هو زعما اجي نكبر اجي نولي اجي نولي راعي غانم فهمتي. ولكن صات في المغرب صعيب فهمتي. من 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 الوالد كان ضد، من المجتمع كان ضد، كل شيء كان ضد. ولكن ان شاء الله ما غادي يجي واحد النهار اجي واحد النهار ان شاء الله اجي نحقق الحلم، ماشي اجي نحقو زعما يفطر صافي فهمتي. تيبان لي الخرج حياتي ما عندي ما ندير فهمتي. اجي هذيك كداو 30 عام ان شاء الله وتلقاني فهمتي صايم قبل الغنيمه ديالي. هذا هو ما زعما هذا هو احسن حاجه كانت كتبان لي ملي كنت صغير. وماشي زعما ديك تقابل الغنيمات عاوتاني دي دير داك الرعايه ديال الغنم العاجيه. لا صاحبي فين ما مشيتي قوبيك فهمتي لعب كبير. لا عندنا 200 راس الغنم خصها تولي 500 1000 1000 2000 3000 4000 5000 واي نوت. بيع شري كدا فين ما مشيتي فين ما مشيتي حاول فهمتي حاول تو فاكين دومينيت فين ما حطوك حاول دوميني. ماشي ديك اللعبه تاع ايوا حنا مسلكين هادشي راه ما عطاوش هادشي راه علاش نقول لك فاكين مايند سيت. فين ما ديتي هادي تاكل فهمتي فين ما ديتي هادي تاكل. كما قلت حنا في المغرب محتاجين بزاف ديال الطاقه ايجابيه فهمتي. محتاجين بزاف ديال الطاقه ايجابيه فهمتي. بزاف ديال الناس اللي تيبارطاجيو شي حاجه زوينه، اللي كيبارطاجيو شي كونتوني نقي فهمتي. محتاجينهم بزاف. نرجعوا للسؤال ديال قلت لك بغيت بدات لي كوميرس في المغرب. رجعوا بالسربه نحاولوا نربحوا الوقت. بغيت بدا لي كوميرس في المغرب خصك كيلو ولا جوج كيلو. كيلو جوج كيلو 10000 درهم 20000 درهم فهمتي. هادشي اللي خصك وغادي تمشي مزيان. هادي تقول لي راه كاين واحد الاخ بدا ب 2000 3000 كاينين تبارك الله. واحد ولكن كاين اللي بدا ب 10 ديال المليون وكاين اللي بدا ب 20 مليون. انا كنقول لك اللي فريمون فهمتي مثلا عزيز كما كنقول ديما نشارك معاك الصوره الحقيقيه كيف ما هي. خصك كيلو جوج كيلو غادي تعلم لي كوميرس كدا. غادي تبدا تجيب برودويات تبيعهم. الا بغيتي تطور البيزنس ديالك خاصك تحاول دير شي علاقه. ديما شوف ديما خاص يكون عندك شي افونتاج على الاخرين. هادشي اللي ما تيحاولوش الاخرين يديروا. بغيتي تهرب على الاخرين خاص تكون عندك شي حاجه زايده عليهم. خاص تكون عندك شي رجل شي صبع شي حاجه شي ودن زايده عليهم في البيزنس بيان سير. ما يمكنش تكون عندك شي حاجه في الجسم كامل عندنا نفس سميتو. مثلا كتلقى كلشي تيجيب السلعه من درب عمر كيبيعها. كيجيب السلعه من درب عمر كيبيعها. صاد ديما افري فاكين دي خاص تسول راسك السؤال هذا. خدمه غاده شنو ممكن ندير حسن وشنو ممكن ندير كثر. يوميا نسول راسك هذا السؤال. هذا السؤال هذا تيبي كنادي تهرب على الاخرين كاملين. كنمشي كنشري عند داك خونا. واحد الحاجه مهمه حتى هي فهمتي. دابا علاش الانسان محدود كيمشي افراسك اكبر شخص ما عندوش مع بنادم هو انا. ولكن كنفرض على راسي ان يكون عندي مع بنادم لان بنادم عنده الحاجه اللي باغي انا. وبالتالي خصني وبالتالي خصني يكون عندي مع بنادم فهمتي. يعني علاش كتمشي كتشري من عنده السلام لاباس بخير شحال هادي هاك هاك وتتمشي بحالك. لا صاحبي حاول ديفلوبي العلاقه. السلام صافا بخير كي داير طاب جمع معاه. حاول تاخذ الكونتاكت ديالو. حاول تعرضو في شي قهوه. حاول تسمع ليه. حاول ديما تخلي الناس تدوي. ما تحاولش تسيطر على الهضره تكون انت اللي كدوي بزاف. راه انا ملي كنكون مريح مع الناس اللي واصله راه تلقاني راجع للور وكنحاول نستفزو. ماشي نستفزو ماشي هاد العباره هي الصحه. كنحاول نجبد منهم الهضره. كنحاول اني هي واحد القضيه كيعاودوا عليها. شنو بان لك في كذا كذا. شنو كيبان لك على ديك الدوله. راه القضيه ديال الديوانه في ديك الدوله كي دايره. انا كنحاول نجبد منه الهضره فهمتي. هذاك السيد راه انت ما عارفش يقدر هو عنده شي حوايج اللي هو ما عارفش القيمه ديالو. لا هو فهمتي ما عنده علاقات في الديوانه وما عارفش هو فاش يحتاجه. من انت خاصك لي برودوي. خاصك برودوي ا بي سي. خاصك هاد لي برودوي هادو خصهم يجيو فهمتي. وهاد البرودوي هادو بيان سور تبقى تقول لي الديوانة. داك السيد مدوز داك الصداعات الديوانة العلاقات في الديوانة الروينة كاملة مدوزة. هذاك السيد تعرف عليه يحل لك واحد الباب كبير. علاش كتخلي ديما العلاقات محدودة. خاص ديما واحد لافونتاج يكون عندك على الاخرين. عندك الناس اللي عندك شي واحد اللي ماشي نقولش لك انت ديريكت مع. لا خاص قدرت تكون علاقة في علاقة في علاقة في تفك لك شي مشكلة. المهم ديما خاصك ماشي الا جا كلشي يتربع من ورا البيسي ويخدم باش تتميز. باش تتميز انت ما كاينش شي حاجه باش تجي تتميز. خاص ديما على حقاش اليوم خدامه بعد غدا خدامه بعد سيمانه خدامه ولكن بعد واحد المده ما تبقاش خدام اللي تيديرها كلشي.
هو ديما حاول تهرب على الاخرين. اوكي انا كنشري هذا البرودوي هذا ب 60 درهم من ضرب عمر، انا عارفه في الشينوا كيدير 12 درهم، يعني الا مشيت حتى جبته انا لراسي اجي ولي تقام عليا ب 20 درهم، وبالتالي اجي نولي نربح اكثر، وبالتالي نقدر نزل الثمن اكثر من الاخرين ولا نزيد الثمن عليهم وتبقى عندي لا مارج كبيره، وبالتالي قدر حتى هذوك الاخرين اللي كيبيعوا يقدر نبيعوا لهم. شي اخوان فهمتي تيجيو تما تيطرحوا شي اسئله ديال سميتو بان ماشي تنبانك على قبل على قبل انايا فهمتي، نخرجوا عاوتاني شويه للسطر عاد نرجعوا، ما كنبانكش على قبل انايا على قدش انا ماشي تستفزني بيا هضره قلتها فهمتي، ماشي تستفزني كاع جاي تستفز فهمتي، هادي ما تعولش انها تطر، ولكن غادي نبانك على قبل. كاينين بزاف الناس اللي كيقراو تمايا، كاين منهم صحابنا، كاين منهم خوتنا، كاين منهم كذا، ماشي تجي فهمتي تسب ولا دي فهمتي طرح شي سؤال فهمتي خارج على سميتو، خليك فهمتي غادي تخليك ستريكت مش عليا انا، اما انا ما يو هاف فاكين نوتينغ تو دو فهمتي، ممكن دير شي حاجه شحال هادي، اما دابا ما عندك ما دير. هادشي اللي كنقول لك ديما از ا فاكين مايند سيت. هاد السؤال هذا لاحظتو بزاف كان في الاسئله ديال خويا سيمو، كتاثر فيه الهضره عباد الله خويا سيمو كذا 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 فهمتي، ملي كتكون في البدايات ديالك وسميتو كذا كذا كتكون ممكن تاثر بالهضره عباد الله وسميتو، هادشي شي حاجه طبيعيه، وكما قلت في واحد اللايف بزاف ديال الناس عجباتهم كلمة ما عجباتهمش، كلما كدير فلوس كثر كلما كتولي كتاثر قل، وملي كتوصل واحد النيفو ديال الفلوس يو هاف فهمتي ما تتبقاش فهمتي، لان يقدر نلخص نقدر تلخص حياه هذاك خونا اللي كيدوي فهمتي، تجي يقول لك يقدر يقدر في الدماغ ديالك، لان عقلك ديما هو باش كتجاوب، قبل ما كتجاوب فمك كتجاوب بعقلك، شي واحد ما كيقول لك شي هضره فهمتي خاص عقلك خاصو يجاوب، واخا ما تجاوبش فمك عقلك كيجاوب، تنجاوب بسؤال بجواب واحد، خونا هذا اللي كيدوي شهر ديال الخدمه ديالك يساوي داكشي اللي تدخل في حياته كامل، ماشي تكملش فهمتي، هي فيها واحد شويه ديال الغرور، ولكن از فاكين بروتكشن المايند ديالك، علاه كنقول لكم الاخوان خاصك تخدم خاصك دير الفلوس، لان ما عندك فهمتي ما عندك، لان فهمتي كلما كانوا الفلوس قليله كلما كتكون كتاثر، عتيا ما تقول لي فهمتي ديك العجل لا ما تاثرش وكذا، لا لا اصلا انا لاحظت بان فهمتي ما كنتش كنتاثر لان كاينه فلوس، وكنت كنتاثر على واحد المستوى ديال واحد النيفو، كتزيد واحد النيفو مع الوقيته، كلما تزادت الفلوس كلما تتولي فهمتي واحد الوقيته حصات كتب تما درت تما تسب فهمتي، او ما انا ما تحترمني احترم الناس الاخرين اللي تما، وهاد اللقطه حتى هي مهمه، خصك الصاد دير الفلوس، خصك فريمون الاخوان فريمون فهمتي خصك الصاد دير الفلوس، باش بغيتي تعيش واحد الحياه زوين بيان سور، الفلوس ممكن تستعملها بطريقه زوينه ممكن تستعملها خايبه، ممكن تستعملها شي طريقه تهدم حياتك، ممكن تدمر راسك فهمتي، ممكن تمشي بها واحد الطريق خايبه، ممكن تمشي بها واحد الطريق زوينه، ولكن هي كون متاكد ان لاحظتيها في الكونت، انك لاحظتيها في الكونت عندك، هي حاطه ما تقيسهاش، هي حاطه، هي عارف ان عندك داك الرقم في الكونت، وراه الا احتاجيتي ممكن تجبدو، ممكن غير عندك غير حاطه صاد، كاين واحد الفرق كبير، كاين فرق كبير ما بين واحد في النفسيه ديالو مبيت عنده 50 درهم، واحد عنده مليون، واحد عنده 100 مليون في الكونت، واحد عنده 1000 اللي هي مليار، واحد عنده 10 المليار، واحد عنده 20 مليار، واحد عنده 100 مليار، كاين واحد الفرق كبير الصاد، كاين واحد الفرق كبير، ونفس الهضره تقولها للمولخينه ديال 50 درهم وتقولها لخونا اللي عنده 10 المليار، لا الصاد فرق كبير فهمتي، خونا ديال 50 يقدر يتزعزع عليك، خونا ديال 10 المليار يدير فيك ديك فهمتي، ما هي مهم يجاوبهم،